الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين تضمن الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم فرحة من عشاء ما سج منها فرحة من عشاء ما سج منها والتهاري قدموها والغنايم قادمة الرياسة الرياسة مشارب روح يا مشارب يا مشارب يا مشارب يا مشارب الناموس 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 للشحانية للشحانية الرياسة قادمة 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 مشارب الذهب 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 شحاني 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 اللي قايل قعدان المفتوح فكان مشارب حاضرا وانتزع الخنجر الذهبي بالشعار هجن الشحانية برفقة المشاغب محمد بن خالد العطية قدم لنا مشارب وسلالة كرار محمد بن خالد العطية مضمر مشارب الفائز بخنجر القعدان المفتوح ناموس يا ابو خالد سنة خير والعافية وبرك الله يسلمك الله وجهك يا المشاغب الليلة على حضورك المشرف وهجن الشحاني ووجهك ابيض الله يسلمك طول عمرك نعم بداية لو تعطينا انجازات مشارب وسلالته ومعلومات مشارب ما عنده دخول للسنة هذا الموسم هذا حصل على المركز الثاني على السيارة في سباق المحلي الثالث وبعدها طال عمرك شارك في سباق المؤسس وحصل على رمز الانتاج باسم الوالد عبد العزيز بن خالد العطية وانتقلت ملكيته لهجن الشحانية وفي سباق سيدي سمو الامير الوالد جاء ثالث على الرمز واليوم الحمد لله الله جمله وخذ الرمز الحمد لله وش سلالته؟ سلالته طال عمرك ابوه طال عمرك كرار المملوك لهجن الشحانية ومن الام ومن الام سودانيه من انتاج العطيه اي نعم من انتاج الوالد عبد العزيز بن خالد العطيه نعم ما شاء الله تبارك الله والناموس ناموس ناموس انتاج العطيه وناموس انتاج هجن الشحانيه شوط مفتوح الحمد لله توفيق من العزيز الحكيم محمد شوط القعود كان شوط استثنائي اعداد كبيره من اجل العاصمه من اجل الرئاسه حاضره ولكن القعود قاتل وحيدا يمكن 30 قعود في النهايه شوط رمز لازم يكون في مقاتله من القومه للنهايه محمد كيف تحكمت الاعصاب في الامتار الاخيره بصراحه؟ والله الحمد لله اليوم كانت اعصابك حديد مع القعود الحمد لله وهبه من رب العالمين وهبنا اياها والحمد لله الله وفقه نعم. وهو مجمل القعود هذا نعم فوز اللقايه عندك اليوم البكره بالشوط المفتوح اول شوط مفتوحه هل اعطاك اريحيه اليوم؟ والله طال عمرك نعم اللي يقول لك ما يعطي اريحيه لا لكن تعود على التوفيق من العزيز الحكيم بيض الله وجهك ابو خالد واستعدادك لبقية يوم المهرجان والله ان شاء الله احنا مستعدين احنا واخواننا المشاركين الباقيين ونقول ان شاء الله ان الله يمشي الامور ويسهلها ونتعدى العقبات اللي تاثر على الهجن بيض الله وجهك جعلنا مستعدين شكرا جزيلا وياك مشكور الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين